أما عن الجزء الثاني من مصطلحات التشريح فكان بيشمل التيرمز اوف موفمنت، مصطلحات الحركة اللي بتوصف حركة أجزاء الجسم المختلفة. فنلخصهم مع بعض ونرجع نستعرضهم واحد واحد. نقول إن أول نوع من الحركات حركة اسمها فليكشن وعكسها اللي اسمها اكستنشن. الترجمة بتاعتها فليكشن يعني قبض أو تني، واكستنشن يعني بسط أو مد. دلوقتي لازم نتفق مع بعض على حاجة، إن الحركات اللي بتحصل في جسم الإنسان بتحصل في مكان اسمه المفصل أو الجوينت، وفي هذا المكان بيكون موقع لتلاقي عظمتين أو أكتر، عظمتين بما يحطهم من soft tissue structures، يعني العظم متحوط بلحم، يعني عضلات، وفي أعصاب nerves، وفي فيزلز، وفي فاشية، وفي جلد. كل الجزء ده بعظمه ولحمه بيتحرك على جزء تاني في مكان اسمه الجوينت أو المفصل. فالحركات دي بتحصل عند الجوينت سايتس. فلما مفصل يتني ينثني يقال لحركة الثني أو القبض فليكشن. يبقى فليكشن معناه bending of a joint، عكسها extension يعني بسط أو مد. لما المفصل يتفرد يتبسط يبقى على استقامة يقال له في وضع extension. طيب النوع الثاني من الحركات اللي هو adduction وabduction، لما طرف من الأطراف، لما عضو من الأعضاء، لما جزء من الأجزاء يتحرك على خط يقربه من خط وسط الجسم اللي اسمه الميدل لاين يسموا الحركة دي adduction. يبقى اد يعني معناه towards، يعني في ناحية. ناحية مين؟ ناحية الميدل لاين. وابدكشن يعني معناه اواي، يعني العضو او الطرف او الجزء المتحرك ينسحب بعيدا عن خط منتصف الجسم، moves away from the middle line. يسمى الحركة دي ايه؟ ابدكشن او ابعاد. يبقى تقريب او ابعاد اللي معناه ادكشن وابدكشن. محصلة الحركات دي مع بعض في ترتيب هنتكلم عليه بعد شوية، يعني بيسموه circumduction اللي هي الحركة الدورانية المحيطة. يعني الأربع حركات اللي فاتوا الفليكشن والإكستنشن والأبدكشن والأدكشن لما بيكونوا مع بعض في ترتيب أنا هبينه من خلال دياجرام، يقال للأربع حركات دول لما يتجمعهم الحركة دي يقال لها circumduction أو الحركة الدورانية المحيطة. طيب النوع اللي بعد كده من الحركات اسمه protraction أو protrusion، وعكسها ريتراكشن او ريتروجن. لما يكون عضو من الاعضاء زي الفك مثلا او طرف من الاطراف زي الطرف العلوي يتحرك للامام على محور امامي خلفي يعني انتروبوستيريور يسمى الحركة دي بروتراكشن او بروتروجن، زي الفك لما يتحرك للامام، او زي لما مفصل الكتف لما بنيجي ندفع بيه مثلا سيارة او ندفع بيه كومودينو عاوزين نحركه او دولاب او اي شيء يسموا الحركة دي برو تراكشن او برو تروجن. لما يرجع للخلف التراجع بتاعه اسمه ريتراكشن او ريتروجن، يعني لما نرجع الفك للخلف او نشد كتفنا لورا في الحركة اللي بنعملها لما نيجي نتمطع كده فيسموا الحركة دي ريتراكشن. الجزء الخطير في الاناتوميك في الاناتوميكال تيرمز اوف موفمنت هو الروتيشن. الروتيشن او الدوران، دوران الاعضاء، دوران الاطراف. الدوران اللي هو الروتيشن بنقسمها لقسمين، يعني التقسيمه ديت من عندي انا دي للتبسيط. بنقول فيه ان في جنرال روتيشن وفي سبيشال روتيشن. جنرال روتيشن اللي بيحصل في اي مفصل من مفاصل الجسم بصفة عامة في جميع المفاصل بيسموه جنرال روتيشن، وده نوعين، اما لاترال اللي هو يعني اكسترنال
ميديال او انترنال. اللاترال روتيشن بيكون طرف من الاطراف يتحرك ككل بحيث ان السطح بتاعه يواجه الخارج، السطح الطبيعي، سطحه اللي في الاناتوميكال بوزيشن يتجه مواجها الى الخارج، ينظر الى الخارج، عشان كده بيسموه لاترال او اكسترنال. الميديال روتيشن اللي يكون سطح عضو من الاعضاء، سطح طرف من الاطراف، بيغير وضعه التشريحي، الاناتوميكال بوزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، بيغير وينظر الى الداخل، فبيسموه ميديال او انترنال روتيشن. يبقى اللاترال روتيشن هو الدوران الوحشي يعني ناحيه الخارج، والميديال روتيشن هو الدوران الانسي يعني ناحيه الداخل. سبيشال روتيشن بيحدث في مفاصل بعينها وما يحصلش الا فيها، زي مثلا مفصل القدم. مفصل القدم بيحصل فيه حركات دوران خصوصيه بيسموها ايفيرجن وانفيرجن، عكس الانفيرجن. ايفيرجن يعني اوت، اي يعني اوت سايد، وان يعني انسايد، فيرجن يعني التواء او انقلاب. لما تنقلب القدم بحيث ان باطن القدم اللي اسمه الصول ينظر الى الخارج يسموه ايفيرجن، يبقى التواء او انقلاب خارجي. اما الانفيرجن معناها باطن القدم، اللي هو بطن القدم اللي بنقف عليه، لما ينقلب وينظر الى الداخل يسموها انفيرجن او انقلاب داخلي او التواء داخلي. طيب في حركتين اسمهم سوباينيشن وبرونيشن، هذه الحركات لا تحدث الا في منطقه من الجسم او من مفاصل اسمها راديو ألنر جوينت، في منطقه الفور ارم اللي هي منطقه الساعد. اذا كان الساعد يعني بياخذ وضع بحيث ان كف القدم ينظر الى الامام يسموا الحركه دي سوباينيشن او بطح. اما اذا كان الساعد بما ومعاه كف اليد، عفوا كف اليد ينظر الى الخلف، فبيسموا الحركة ديت برونيشن او كب للساعد. الاوبوزيشن دي حركات مخصوصة لاصابع اليد. في اصابع اليد اذا كان الاصبع الكبير يتحرك علشان يقابل او يلامس بقية الاصابع، فحركة الملامسة الاصبع الكبير لبقية الاصابع يسموها اوبوزيشن، اوبوزيشن اللي مقابلة الابهام للاصابع الاخرى. تعالوا نمسكهم كده مع بعض ونتكلم. ادي يعني ده كان ملخص الشرح اللي اتكلمنا عليه. تعالوا نشوف بالصور. نبتدي اولا بالفليكشن والاكستنشن. ناخد الفليكشن اند اكستنشن اوف ذا شولدر جوينت. شولدر جوينت يعني مفصل الكتف، ده الوضع الاناتوميكال بوزيشن بتاعه، ده المقياس اللي انا هقيس عليه، ده الثابت. الثابت بتاعي اللي هو الاناتوميكال بوزيشن اوف ذا شولدر جوينت، احنا قلنا فيها بيكون الارم باي ذا سايدز، باي ذا سايدز اوف ذا ترانك. فاذا تحرك الارم الى الامام في نفس الاكسس اللي كان موجود فيه، اذا تحرك للامام يسموا الحركه دي فليكشن، اذا تحرك للخلف يسموا الحركه دي اكستنشن بالنسبه لمفصل الشولدر جوينت، مفصل الكتف. طب تعالوا شوف بالنسبه لمفصل الكوع. مفصل الكوع اللي اسمه الالبو، لما ده الوضع الريستنج بوزيشن بتاعه، الاناتوميكال بوزيشن بتاعه، الثابت بتاعه، لما ينتني ويبقى ياخد زاويه قايمه. مفصل الكوع لما ياخد زاويه بالشكل ده، مش ضروري يكون قايمه، ممكن ياخد زاويه وخلاص، فيسموا الحركه ديت فليكشن او قبض. لو اتفرد يسموه اكستنشن. طب تعالوا نشوف مفصل الركبه اللي هو الني، مفصل الركبه اهو لما بينتني هنا في الوضع ده، او انثناءه مفصل الركبه. بس لاحظ حاجه، انثناءه مفصل الركبه هنا كانت للخلف، اما انثناءه مفصل الكوع كانت للامام، لان الفليكشن معناها
ان الانتيريور سيرفيس او الفنترال سيرفيس، الفنترال سيرفيس مش الانتيريور، اللي هو السطح البطني، السطح البطني للاعضاء المكونه للمفصل تقرب من بعضها، ده السطح البطني للجزء ده من المفصل، وده السطح البطني للجزء الثاني من المفصل، ده اسمه الفور ارم وده الار، بيقربوا من بعض اهو يبقى فليكشن. طب انما فين السطح البطني هنا؟ السطح البطني للمفصل، مفصل للاجزاء المكونه لمفصل الركبه هو الجزء الخلفي، ومعناه بيندنج، ينتني المفصل، بيندنج اوف ذا ني جوينت معناها ايه؟ معناها فليكشن. كذلك لو ما ينفرد بالشكل ده وياخد الرجل اليمين ده وضع الرجل الشمال يسموا الحركه ديت اكستنشن. طب تعالوا نشوفهم بشكل تاني، ادي مفصل وكوعه في وضع فليكشن. طب اذا جينا بصينا هنا نلاقي الكوع لما ينفرد يبقى في وضع اكستنشن. تعالوا نشوف الابدكشن والادكشن. ده بالنسبة للطرف العلوي الأبر لمب. الأبر لمب لما يتحرك ويقترب من الميدل لاين يسموه الحركة ديت أبدكشن، إذا ابتعد الأبر لمب عن الميدل لاين يسموها أبدكشن. طب تعالوا نشوف اللور لمب. اللور لمب إذا كان في الأناتوميكال بوزيشن يعني الاتنين جنب بعض واتحرك وراح لي قريب من الميدل لاين يبقى ادكشن، اذا ابتعد عن الميدل لاين يبقى ابدكشن. على هذا الاساس لما نيجي نوصف الاناتوميكال بوزيشن بتاع الابر لمب واللور لمب، قلنا الابر لمب فيه الارم باي ذا سايدز والليجز كلوز توجذر. ممكن نقولها بطريقه تانية، نقول ايه؟ نقول ذا ارم اند ذا ليجز ار ان ادكشن بوزيشن، يبقى الاناتوميكال بوزيشن بتاع الابر واللور لمب وفي وضع ادكشن. تعالوا نشوف وضع الابدكشن كده، تعالوا نشوف البنت ديت مثلا هنا دراعينها الاثنين اهمت اهو في وضع ادكشن، رجليها الاثنين في وضع ادكشن. اذا بعدوا عن بعض اهو لاحظ حاجه ان دراعاتها بعدت اهي ورجليها بعدت فتحت عن بعض، يبقى ده في وضع ابدكشن. كذلك بالنسبه للاصابع، الاصابع ودي حاجه مخصوصه شويه هنتكلم عليها في الابر لمب، لما تتفتح يبقى في وضع ابدكشن، لما تنضم بالشكل ده في وضع ادكشن. زي ما نشوف كده اهو الاصابع دي كده مضمومه في وضع ادكشن، مفتوحه في وضع ابدكشن. تعالوا نشوف الروتيشن، الجنرال روتيشن كان فيه ميديال ولاترال روتيشن. بالنسبه لمفصل زي مفصل الشولدر، مفصل الشولدر لما ياخد الوضع ده يعني ايه؟ يعني السطح ده بتاعه فور السطح الامامي اهو، السطح الامامي لما ينظر للداخل يسموه ميديا روتيشن. طيب في اللاترال روتيشن هنجد ان السطح الامامي اهو للمفصل بتاع الكتف نظر للخارج فيسموه لاترال اللي هو الاكسترنال روتيشن. تعال نشوف بقى السيركمدكشن، مجموع الحركات دي مع بعض، مجموع الفليكشن والابدكشن والاكستنشن والادكشن بالترتيب ده يسموه سيركمدكشن. وده ايه ده؟ لو هنحركه في الوضعيه ديت، طب ممكن نحركه برضه نعمل سيركمدكشن في وضعيه تانية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب تعالوا نشوف الانفيرجن والايفيرجن. باطن القدم اللي اسمه السول اوف ذا فوت لما ينظر الى الداخل when it looks inside يسموه انفيرجن، يبقى ده الالتواء الداخلي، الانقلاب الداخلي. اما اذا باطن القدم نظر الى الخارج ده بيسموه ايفيرجن. ادي الايفيرجن اللي هو باطن القدم. يعني بطريقه تانية نقول لو الواحد وقف على حد القدم الداخلي بتاعه الحد الخارجي هيرتفع عن الارض. إذا الحد الخارجي اللي هو اللاترال بوردر ارتفع عن الأرض يسموه ايفيرجن، والعكس هنا إذا وقف على الحد الخارجي اللي بيسموه على سيف أدمه، إذا وقف عليها والحد الداخلي هو اللي ارتفع عن الأرض يسموها انفيرجن. السوبينيشن والبرونيشن، أدي السوبينيشن دي حركات بتحدث في الفور أرم عند مفاصل اسمها الريديو ألنر جوينتس. في وضع الدعاء ده بيكون باطن او السطح الامامي لكف اليد ينظر للامام بيسموها سوبينيشن. اذا ظهر اليد هو اللي نظر للامام
يسموها برونيشن. ادي السوبينيشن والبرونيشن، ودي حركات مخصوصة لا تحدث إلا في الفور آر. طيب تعالوا نشوف الحركات الريتراكشن والبروتراكشن. البروتراكشن مفصل الكتف، العضو كله، الليمب كله يتحرك للأمام يسموه بروتراكشن. إذا رجع للخلف كل واحد بتمطع يسموه ريتراكشن. طب تعالوا نشوف البروتراكشن والريتراكشن في أعضاء أخرى زي مفصل ال تي ام جي تمبرومانديبلر جوينت، مفصل الفك. إذا الفك اتحرك للأمام يسموه بروتراكشن، إذا رجع للخلف يسموه ريتراكشن. يبقى البروتراكشن فورورد موفمنت والريتراكشن باكورد موفمنت اوف ا بارت او اوف اي ليمب. طب تعالوا نشوف الاليفيشن والديبريشن. دي حركة برضو مخصوصة خاصة بمفصل زي مفصل الكتف. انا برفع المفصل الكتف كله لفوق زي ما يكون شايل صخرة او شايل حاجة على كتفي يسموه اليفيشن، مشاعر عكاز، وبرفع جسمي كله، جسمي كله لو بترفع في الحالة ديت لما جسمي بيترفع انا بنزل كتفي لتحت، تنزيل الكتف لتحت يسموها ديبريشن، رفع الكتف لفوق يسموها اليفيشن. واخيرا الاوبوزيشن اللي هو تقريب الابهام، الابهام اللي هو الاصبع اليد الكبير تقريبه من بيقيت الفينجرز ويسموه اوبوزيشن. يبقى الاساس عندي في الاوبوزيشن هو الاصبع الكبير، الاصبع الكبير يلمس بقيه الصوابع يسموا الحركه ديت ايه؟ يسموها اوبوزيشن. وبالشكل ده احنا نكون خلصنا الترمز اوف موفمنت.